سريعه، فبتبدا انها تحسن من الخواص بتاعه الخرسانه الموجوده عندي. طبعا ان انا ثاني اكسيد الكربون اهم العوامل الرئيسيه اللي بتؤدي الى تلف المياه والاحتباس الحراري. لما انا انتج خرسانه لها مقاومه عاليه هتبدا تقلل لي من القطاعات بتاعه الخرسانه الموجوده عندي، هقدر استغل مساحات اكبر، خاصه ان احنا عندنا مشاكل في التصميم غالبا بتبقى المساحات ضيقه. غير ان انا كمان عايزه لما تبقى الاستنس عالي بمعنى كده اوت منها اقلل كميه الاسمنت المستخدم الموجود عندي، هقلل كميه الاسمنت هيقلل معايا الكوست الموجود. لما نقلل الكوست هيبقى بالتالي هيوفر عندي عائد مادي للدوله، بالإضافة إلى أنها بتعمل كمان التئام للشروخ. وطبعاً إن أنا يبقى عندي مبنى فيه أي شرخ أو أي مشكلة هيودي إن أنا ممكن يا إما أهدمه يا إما إن أنا معرفش أستغل المنشأ ويودي إلى إن العمر بتاعه هينهار. إن أنا بقى الخرسانة البكتيرية بتعمل على تئام الشروخ ذاتياً بعد 28 يوم دون تدخل الإنسان، فبالتالي هعرف أستغل الموارد، فمش هأثر على الدولة إنها تصرف مبالغ طائلة عن أجل الإصلاح الشروخ اللي موجودة عندي. بالاضافه كمان ان المقاومه بتاع الخرسانه الموجوده عندي هتبدا الشروخ العميقه الداخليه، لان انا عملت اختبار اسمه اختبار السم. اختبار السم ده بيبين لي الصوره المجهريه للخرسانه. الصوره المجهريه للخرسانه ان عندي في شروخ عميقه لا يمكن رؤيتها بالعين المجرده، دي بتتلف عمر الخرسانه، بتدخل مواد ضاره للحديد عندي فهتؤدي لصدى وبالتالي تلف الحديد الموجود معايا. فان انا هستخدم البكتيريا دي هتسد هذه الفجوات. كمان عندي انا ممكن استخدم البكتيريا دي في اعمال العزل. طبعا احنا عارفين ان العزل بيكلف تكلفه عاليه جدا سواء على المقاول او على الدوله الموجوده عندي، فان انا هستخدم هذه النوع من الخرسانه. هو خرسانه بتعمل على سد الفجوات بتاعت الخرسانه الموجوده عندي، فلما تسد الفجوات يبقى ابتدي هعرف ان انا استخدمها العزل دون استخدام مواد عازله، فهقدر ان انا هوفر العماله، هوفر معايا التكلفه كمان الموجوده في المنشا. بكتيريا تكلفتها بسيطه جدا بالنسبه لتكلفه الاسمنت اللي انا موفراه، يعني حوالي موفره 200 جنيه في المتر المكعب الواحد. تكلفه البكتيريا لا تتعدى ال 40 50 جنيه، يعني انا المعادل ان انا موفره 150 جنيه تقريبا في المتر المكعب، فعلى المدى البعيد انا موفره ملايين للدوله.